لا بأس أن يقبل الشاب الفتاة. الولد يقبل صاحبته في الجامعة أو زميلته في الشغل عادي، لا بأس بهذا، لأن الشباب فيهم طاقة وعندهم كبت ويحتاجون إلى تنفيس، وهذا الذنب من اللمم، من الذنوب الصغيرة. أنت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد.